كلام مو موجه لك الاغلب والله. شوف اسامه صاحب الناقه المايك طلع الله يستر يا حبيبي. لا درجه لا درجه ان واحد من اخوانا يعطس من شويه قال كذب هاشتاج جديد هاشتاج الحين جالسين في الخمسه الحين شنو طلع هاشتاج السعوديه يا عيال السعوديه تمر بازمه فلين الحين امزح يا عيال سبعه ولنفس صاحب الناقه الله يسهل عليه الناقه ولا السياره لا طول لا كذا خالد حمد وضحته كذا خالد يا اخي يا اخي والله يا اخي ما اقصد رجال هرج رجال هرج انزل يا ابو مبارك اوفر كذا انزل اوفر اوه هذا الفجر حلو الرجال سميناها الكريمه ونبسكوا عليها طال عمرك فلين انس الناقه عشان خويتها تشوفها يعني الصبي حرب عبد الكريم عرفت على اساس ايش تذكر عبد الكريم نعتني فيها نراعيها نبيعها له اذا حبي يبيعها الرجال اذا سوي مزاد عليها اقول في ذمتي انك محزم من مالك اقول انك كفر مخل مخل الشهر يا شباب مخل انت وافي وكفر هنا التحيه لك بعلمك حاجه خالد العتيبي قد سماها من زمان من يوم هي ورعه سماها ورعه؟ من ورعه؟ ورعه وش ورعه؟ من يوم الحوار من يوم الحوار اللي بطن امه وسماها بكره الحوار من يوم هي بزر من يوم هي بزر هي بزر سماها وتجي انت تتعب كريمه من راسك لا 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 راعيها سماها من راعيها؟ اللي اعطاه اياها والله انك انت اللي سماه والله انك انت استغفر الله استغفر الله لا واجع انت واجع تسموه يا عيال يا عيال خلاص صلي على النبي حياك الله يا خاطري شيخ والله ترى من شدة الذهب طبعا هذه انا اذا جت لي نفس الشيء ولا دق ما يرتاح الا كذا والله دق لي عليك خلاص ابغاك تبشر ابغاك تبشر ابويا قول له هذه صحبه برنامج بعد البرنامج كل اللي قاعد تشوفه صحبه برنامج اقطع بالله يا ابو بدعه قم اعرض قم اعرض شوف العرضه شوف العرضه اسامه ما كان زبرك لا يلا يلا عظمه في ظلام البكاء ايوه ايوه هذا معاق معاق ما كان زبرك ايوه سك انا ايش بعد هذه تمرين رياضي تمرين طالع حبيبي امسك ابو حامد امسك لي ثوب اقسم بالله طالع شايع عند الله علمه اقسم بالله ها خلي خاطرك زين خلاص خمس رباع ما والله ما اقصدك ما ذابك تلف في العلم وتجيب العمرك ليه والله احنا ما يلهنا في العلم اليوم ليه ليه ترجع الواحد اسامه تحفظ شيء بالعراقي ترى مخلد شوف انا ما احب افتن بس هيثم ما حشك ماني متمكن لذلك ما لهجه جميله شيخ والله في عندي والله في عندي شغل عراقي بس انه احب ادي شيء ماني متمكن فيه هذا احلى شيء جدا لا لا والله لا يجرب لا والله اطلع 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 لا والله هات هات تدري هذا ما في شيء بس الا اقول لك على هرجة عاصم قبل شوي كنت حكي العيال هناك في الخيمه اسلم اسلم عاصم بشري كنا في مصر وفي التاكسي خارجين من الدورة متحمس الآدمي الساعة كم؟ الساعة 8 توقيت القاهرة ايه في الليل ايوه الله من اكتب لك اكتب لك الموقع ومش عارف ايه سامة لسه في مصر هذا زي اللي يدخل هذا زي اللي يدخل السناب شات على الخاص يقول لك ممكن سناب ما نعرف الشيء ذا وش اللي ممكن سنابك لا مثل سمعت ايش قال زي اللي يخش لك على الخاص يقول لك ممكن سنابك والله بلك اثنين والله كثير زي كذا والله بلك اثنين والله ما موضه هو سالني اول شيء قال لي ممكن سنابك قلت له طيب انا اعطيك اياه بس قبل البلوك ولا بعد البلوك هنا السؤال هنا السؤال قم الهبل هذول ما لحقنا عليهم هذه ما ندري عنها لا لا حتلحق عليهم يجوك حيجوك بعد البرنامج يا رب وش سناب وش سناب طبعا عيال تمشي صح؟ سيدي حسابي مع سعيد انا خارجين من الدورة حسابي من الحساب اصلا اصلا ابو حامد ولا معليش والله اكثر واحد يشتري عيش صار معليش شهادة لله منك لله اقسم بالله اني قابلت ابوك ايوه قابلت ابوك والله العظيم يعني جلس المدح فيك ونقول هنيئا لك ومدري ايه لا تخلينا نعتبر هذه كذبه يا اخي تصرف يا اخي عيب يا اخي شوف سوى هو يا اخي انا عيب يقول لي يا اخي طوال القلب العام انا عيب اسمع خارجين من الكورس
المهم اخويك متحمس. خديم هنا؟ كانت دوره قبل شويه صارت كورس. لا 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 ما عرفتك. من الكلاس؟ ايه المهم اسمع. ايه هذا هذا نظام او ام جي مع سعاده. هذا جالس. بدون سالفه كاس ولا كبينا ام الضو. والله العظيم يا اخي. انت لسه في حلو حلو مياه من زد رصيدك اربعه سالم. المهم اسمعني اسمعني هرجه اسمع يا بالله خلونا نقبل السالفه والله لا اقوم ارمي ذي في انت وياها. لا 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 خلاص اسمع اسمع. خرجنا ركبنا التاكسي متحمس الادمي مركب السماعات عاصم دوبه اخر شيء اعطانا هو الدكتور انا تمرين النفس. ايوه تمرين كيف؟ فا ها 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 تطلع زي كذا تمام؟ قبل ما يطلع التاكسي محترمين انا جالس على الجوال كذا شويه الا خويي ورا عاصم بعدين يركب السماعات صوته يصير عالي ما يدري ونشاز فا ها 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 التاكسي اقسم هو في ايه؟ سكتت انا زي كذا الحين قلت انا مستني هذا ايش يقول لي؟ طل فيه زي كذا وماشي شويه بعدين هذا كل ماله يطلع سلم شغال في السلم ويماسك بطنه تمرين جنة جنة المصري على طول وحيفضل كذا لمتى قلت له قلت له لا هو مسكين مع عنده مس اعوذ بالله والله كبر عليك ممكن تنزله انا عندي مشوار مهم صمدنا المهم قلت عاصم فك 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 يا شيخ فضحتنا قلت له لا هو مس ولا شيء بس تمرين تمرين ايه يا عم انتوا فاهمين الفن خطا مش كده ايه اللي فا ها ها انزل يا عم يا راجل عدم عاصم تدري يوم سالتك قبل شوي الساعه كم كنت احسبها سالفه السرقه لا انت بالغت يا اخي علمنا بسالفه ليش عطنا طيب سالفه لا 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 كذا اوفر اوفر والله نبغى سالفتها والله لا 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 افلح الجوال وخلاص باختصار ولا هو طيب البخاخ لحق عيونك ايه بس لا سلمت لك امري ولك في حكمتك مقصد يا خذل من الذي ماشينا حقولك ربي سواك ما حد على المنصوب يا رب يا قبلة الأنصار يا الله يا من رحمتك ماشيها بيواري والله انتبه لا 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 الحياة بلا تفاني كل قصيدة عيال حتسوي كليب قريب هذا البرنامج ولا ما بسوي كليب هذا البرنامج يا على الفنجان باسل على الباب انا صورت حبيبي كليب ترى حصل اسعار يا انطار صورت كليب لكن لسه لا لا يا الربع حددتها الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبنا او قراء طلع قراء من من هشام حبيبي والله هشام فودنا نختم هذا المجلس بشيء طيب الله يسلمك وليلة الجمعة طيب ما في كلب ما في كلب جماعي هو بيكون جماعي وعلى الخوف قراءة نفس حقنا يعني زي كذا ختام انا يا مدري بسرعه بسرعه عبد الله الجميري